احسن من تكون مزعل الاب ومزعل الام ويدعي عليك وانت نازل. طبعا. ومن هنا من خلال برنامج حلم حياه احنا بنحب نوجه الرساله، يعني بنحب نوجه رساله للاباء والابناء، انتم يعني مالكوش غير بعض، خافوا على بعض، وتحديدا الابناء. الابناء دلوقتي اللي يجي يقول لك مثلا عشان ابوه مثلا زعله في حاجه بسيطه او حاجه لا تذكر، تلاقيه قال لك مش عارف ابويا كان ومن. لا، الاب لا يعوض، الاب والام ما يتعوضوش، هم دول السند، هم دول يعني الحصن المنيع اللي انت بتعتمد عليه. لو فقدتهم هتحس بقيمتهم، بس هتحس بقيمتهم امتى؟ لما تفقدهم هيكون خلاص، اللي بيروح ما بيرجعش تاني. يعني من هنا بنوصي كل ابن انه يكون بار بابوه وامه، خليك بار، لان النهارده الفرصه قدامك، بكره تاني ممكن ما تلاقيهاش. يعني احنا بنشوف دلوقتي حاجات على السوشيال ميديا للاسف، مش على السوشيال ميديا بس، بنشوف حتى في الواقع حاجات كتير محزنه وحاجات تضايق، يعني اللي وصلت لجرائم القتل، يعني حاجات محزنه جدا. فخليكم بارين بوالديكم، يعني خليكم بارين بوالديكم. وسياده المستشار بقى انا عايزك بقى يعني لو هتوجه رساله انت للاباء هتقول لهم ايه؟